اسعد الله صباحك زميل حامد، وارحب كذلك بضيفك الاخ ابو عبد الملك. وبالتاكيد يعني نحن نتحدث اليوم زميل حامد عن قمه حكوميه عالميه تاتي بعد جائحه ربما اضرت بالعالم، لكن هي قمه ربما تقدم الامارات زميل حامد يعني كنموذج، ربما يعني دول العالم انكفأت واغلقت حدودها امام المحيط الخارجي والعالم الخارجي، لكن دولة الامارات كانت متأقلمة مع الجائحة، طورت في منظومة الحكومة، كانت استباقية في كثير من الأمور لتحدي هذه الجائحة. واليوم نتحدث عن التعافي، ومثل ما ربما أسلفت زميل حامد إكسبو ربما هو يكون نموذج لنجاح دولة الإمارات للتعامل مع هذه الجائحة. ربما كانت ظروف استثنائية عالمية، لكن الإمارات قدمت نموذج جدا جميل. زميل حامد، ربما احنا ونحن نتواجد في أروقة القمة العالمية للحكومات منذ يوم أمس، ربما شهدنا ربما تغير نوعي كبير في هذه القمة. لاحظنا منذ يوم أمس وهو كان اليوم التمهيدي لأعمال القمة، كانت هناك أربع قمم حاضرة: قمة اقتصادية، قمة تعنى بالطاقة، الطاقة العالمية، وخاصة ونحن نتحدث عن محيط ربما جيوسياسي يتحدث ربما أيضا عن تأمين الأمن الطاقة العالمي. أيضا هناك كان أيضا قمة تكلمت عن الشباب وأهمية توفير فرص لمشاركة الشباب العربي في التنمية الواعدة للوطن العربي. وأيضا كان هناك أيضا قمة كانت تعنى بالمرأة حول العمل في الحكومات العالمية. زميل حامد، شكرا لك زميل أحمد الطنيجي. ولحظات وتبدأ الجلسات الاستثنائية والرئيسية المختلفة في هذا اليوم، سوف أعود لك خلال هذه التغطية.